نوفمبر 2014 بيبر 1 فاريانت 1 والسؤال العاشر. والسؤال هنا يا جماعه يخص البريشر، يخص البريشر. بيقول لي عندي يا جماعه كونتينرز مختلفه، تمام؟ طيب which statement about the pressure of the water on the base of each container is correct؟ حبايب قلبي انا ممكن اقول لك ببساطه، ان التلاتة ايكوال، التلاتة بريشر على البيز ايكوال، تمام؟ انا هجيب لك مثال. تخيل دول تلاتة بسينز، تلاتة حمامات سباحه كده انت، فتخيل عندي غطاس في الحته دي وغطاس في الحته دي وغطاس في الحته دي على نفس العمق. انا بسالك بعقلك بمنطقك، التلاته يا جماعه على نفس الدبث، مين الغطاس اللي هيحس ببريشر اكتر؟ سيمبلي انت هتقول لي يا مستر التلاته زي بعض معايا. هل انا مثلا يا جماعه عشان في حمام سباحه اوسع مثلا، هل انا عشان في حمام سباحه اوسع فالبريشر عليا هيكون اقل؟ يا جماعه بالعقل فكر بيها، ده حمام سباحه وده حمام سباحه وده حمام سباحه، ثلاثة سويمينج بولز قدامنا، وفي طالب او سباح او غطاس هنا وغطاس هنا وصل القاع خالص وغطاس هنا وصل القاع خالص. فانا بسالك مين اللي عليه بريشر اكتر؟ هتقول يا مستر الثلاثه نفس الدبث، فبالتالي الثلاثه عليهم نفس البريشر، تمام؟ بسالك سؤال، هل عشان الغطاس ده مثلا في حمام سباحه كبير هيكون عليه بريشر اكبر؟ الاجابه لا. فواحد هيجي يقول لي مستر لا بس دي اريا كبيره وانت قلت لنا ان كل ما تزيد الاريا يقل البريشر. حبيبي بريشر ايكوالز فورس اوفر اريا، على عيني وعلى راسي. انا هنا ما اقدرش استخدم الرول دي ببساطه، يعني ما اقدرش اقارن الاريا دي بالاريا دي بالاريا دي. ليه يا مستر؟ ما ينفعش. قال لك ببساطه هي كميه الميه دي هي كميه الميه دي هي كميه الميه دي. عشان تقارن فورس بريشر باريا، عشان تيجي تقول لي لما الاريا تزيد البريشر تقل، عشان اصلا تستطيع انك تقارن لازم تكون يا جماعه وزن الميه هو هو. هل وزن الميه دي هو هو وزن الميه دي هو وزن الميه دي؟ اذا ممنوع، ما ينفعش تيجي تقول لي اصل الاريا دي كبيره والاريا دي صغيره والاريا دي مش عارف متوسطه. لا انت ما ينفعش تقول الكلام ده الا لو قلت لي ان وزن الميه دي هو هو وزن الميه دي هو هو وزن الميه دي، ساعتها هقول لك اه كده نقدر نقارن الاريا. اذا يا جماعه بريشر ايكوال فورس اوفر اريا، ما اقدرش اقارن بالاريا غير لو الفورس ثابته، لو الفورس ايكوال، لو الويت ثابته في الثلاثه، تمام؟ اذا يا جماعه انا هنا ما اقدرش اقارن بالاريا لان لان الثلاثه ويتس مش ثابته، وانما اقدر اقارن بالدبث. انا عندي قاعده بتقولي ان البريشر تعتمد على الدبث وعلى الدنسيتي، تمام؟ واز لونج از ان هما الثلاثه ووتر يبقى الدنسيتي هي هي، يبقى ما دام نفس العمق يا جماعه يبقى سيم بريشر في الثلاثه كونتينرز. سؤال جميل جدا يا جماعه فيما يخص جزئيه البريشر.